هو واحد من بين أكثر من 2 مليون سيعودون للفصول الدراسية قريبا. من حسن حظه أنه من أسرة ميسورة الحال، ستتولى نقله إلى أقرب مركز وضعته السلطات التونسية رهن إشارة المواطنين للحصول على اللقاح المضاد لكورونا. محمد واحد من الفئة العمرية المتراوحة بين 15 عاما و17 التي أصبح من حقها لأول مرة تلقي اللقاح. يوسف وليزي طبيعتك يا ولد. يوسف وليزي. مئات من أقرانه سبقوه في هذا المركز والكل ينتظر دوره. الكثير من العائلات وأبنائها مترددون، لكن محمد والحاضرين معه متحمسون. وجاءت لحظة الحقيقة. تلقيت الجرعة الأولى ضد فيروس كورونا باش نحمي روحي ونحمي غيري، خاصة قبل العودة المدرسية، وإن شاء الله يتعدى عام بكل أمان وما نتضرروش بهذا الوباء. زملاء محمد لا يختلفون عنه في تقديرهم للموقف. اليوم أنا جيت لقحت باش نرجع نقرا ومتفائلين، واللي ما لقحش لازم يجي يلقح، وإن شاء الله ديما تونس خير. لقحت باش نرجع نقرا ونحمي روحي ونحمي اللي يقراوا معايا والأساتذة وطاقم المدرسي، وإن شاء الله تونس ترجع بخير. فتحت السلطات التونسية نحو 400 مركز لاستقبال الراغبين في التلقيح بعموم البلاد في اليوم الوطني الثالث لهذه العملية التي بدأت أولاها مطلع أغسطس الجاري. أهم حاجة اللي نطمحوا لها هي تلقيح أقصى ما يمكن، بالتالي حماية أولادنا عند العودة المدرسية. ولإنجاح العملية فقد ساهمت فيها منظمات من المجتمع المدني إلى جانب موظفي وزارة الصحة التونسية. تكاثفت الجهود بين المجتمع المدني والهيئات المختصة لإنجاح هذا اليوم الوطني الثالث للتلقيح، وإن شاء الله نكون نجحنا. وبعدما كانت المنظومة الصحية في تونس على وشك الانهيار قبل بضعة أسابيع، يبدو أن الجهود المحلية والدولية بدأت تؤتي أكلها، فقريبا سيبلغ عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 أو كلتيهما حوالي 6 ملايين، أي أكثر من نصف سكان تونس، وهو أمر سيجعل البلد يتبوأ المقدمة ضمن بلدان شمال إفريقيا وعموم المنطقة. عبد الرحيم الفارسي، كانوز عربية، تونس.